كل واحد فيكم بيعبر عن آلاف مؤلفة من ورائه من جميع القبائل العربية. فنسمع الكلمة للعمدة أحمد طرام من محافظة مطروح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، باسم جميع قبائل محافظة مطروح أتقدم لكم جميعا بالتحية من أهلكم وأبناء عمومتكم في مطروح. الذين حملوني أمانة أن ألقي عليكم التحيات والسلام والتهنئة بتدشين هذا الصرح الكبير وهذا الكيان العظيم، وهو المجلس القومي للقبائل العربية. حقيقة تعلمون جميعاً المسميات الكثيرة للقبائل العربية، فهناك تكوينات كثرت في الأيام الأخيرة باسم القبائل العربية، من تركيبات شؤون القبائل العربية، المجلس الأعلى للقبائل العربية. كل هذا فيه خير وكل هذا لا بأس به، ولكن من هذا المكان أدعو هذه التركيبات جميعاً أن تكون تحت مظلة المجلس القومي للقبائل العربية، حتى تتوحد الكلمة وحتى يكون لنا رأي واحد متفق عليه ولا خلافات بيننا، فكلنا نهدف إلى لم شأن القبائل العربية على مستوى جمهورية مصر العربية. وحقيقة أنا أشكر القبطان عمر المختار صميدة على هذا المجهود الكبير، ونتمنى له ولرفاقه التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في العمل لصالح مصرنا الأم أولاً ثم قبائلنا العربية جميعاً. وأستأذنه من هذا المكان الطاهر أن نرسل ببرقية تأييد من المجلس القومي للقبائل العربية ومن جميع تركيبات قبائل العربية بجمهورية مصر العربية إلى السيد المشير عبد الفتاح السيسي، تأييدا له رئيسا لجمهورية مصر العربية. أتمنى لكم جميعا التوفيق، ولي طلب بسيط عند القبطان أن القائمين على هذا المجلس نريد منه بعض التوضيحات عن الأعداد المطلوبة من كل محافظة، حيث أن محافظة مطروح حملوني أن هل يعني العدد المطلوب من محافظة مطروح كام، لأننا احنا مش هيبقى عندنا تعب فيها كثير، لأن احنا مطروح كلها قبائل وكلنا متفقين. ومقام عندنا الآن مجلس يسمى مجلس العمد والمشايخ والعواقل، وهو مجلس يتكون من 200 عمدة وشيخ وعاقلة على مستوى محافظة مطروح. فمن السهل جدا عندما تطلبوا منا عدد من محافظة مطروح فورا سيكون العدد لدى المجلس يعني يتعاونوا معكم في إنجاح هذا الصرح. أتمنى لكم جميعاً التوفيق، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.